حمد من تونس تقول أن امرأة يعني رأت زوجها في يوم قد تجمل، ربما لم تتعود على ذلك، فقالت ما شاء الله تبارك الله، ثم أصيب بمرض، فقال أنت من أصبتيني بهذه العين؟ زوجته ولا المرأة الثانية؟ لا زوجته. نعم، يعني الحقيقة أولا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آمنا بما أنزلته واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين، أن العين حق بلا ريب، ولكن إسقاط كل هذه الحوادث على العين هذا الحقيقة هو الذي فيه نظر. صحيح. وكثير من الناس لا يحسن أن يفرز، فإذا شككت أن هذه المسألة قد تكون من العين وقد لا تكون، قال لك أنت، يقول أشوف الناس يتحاورون فيما بينهم، يقول أنت لا تؤمن بالعين، أنت من الطبائعين الذين لا يؤمنون بالعين، يقولون لبعضهم. فأنا الحقيقة أوجههم أن هذا غير صحيح، لا يلزم أن عدم التصديق بالواقعة المعينة أن سببها هو العين ليس بالضرورة أن يكون هذا إنكار للعين. صحيح. هناك من الطبائعين نعم، ومن الملاحدة، ومن من ينكر هذا، وقد ثبتت هذه بنصوص السنة، ومن أنكرها فهو على خطر عظيم. لكن أن كلما وقع للإنسان شيء بالذات قال بأن هذا عين، هذا لا يجوز. أقول ربما كانت عينا لا بأس، فهنا ترقي نفسك وتفعل الأسباب الشرعية، وينبه الشخص أيضا، يقول هذا ربما أنك أنت من أصابه بهذه العين، فتنتبه وتذكر الله عز وجل الذكر الشرعي وهو التبريك ونحو ذلك، فهذا مما ينفع ولا يضر. يعني أنت تنوه بمثل هذه التوجيهات وتؤكد عليها، ودون أن تجزم بأن فلانا قد عانى فلانا أو أن فلانا قد أصاب فلانا بالعين، هذا من الحكم على من الحكم بالجهل ومن الرجم بالغيب، فلا يرجم الإنسان بالغيب في مثل هذه المسائل. ولكن إذا شك الإنسان في هذا فإنه يعظ وينبه الشخص الذي قد يكون هو الذي يعني يظن أنه أصابه أن يذكر الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياه. آمين.